so much sauce, I drip broth. The wait is over, I'm taking over. Yeah. You're overweight, you ate a soda. Yeah. I'm super. Cola, ahead of you, like a closure. When Troy died, I had to find some closure. Don't push me, I am not a stroller. Pop one like bread and toast. Cup, you should use a coaster. I'm on the poster, need to tell a coaster. So I shop it over, blue faces. When I call them growers, but if he can't rover, I'm that older. Wanna be like me when I get older. Talk to God, then he came over. Talk to God, then he came over. Got a job, I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Say, nothing new. Got a job, gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Say, nothing new. Got a job, I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Say, nothing new. Got a job, I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Say, nothing new. Go. Right, feeling like a brand new me and an entourage with the latest beat. And the sun don't shine with the gangsters beat. And we rushing roulette to a game of three. Pie one, pie two, pie three, pie four. And the sun don't shine, running yo no more. And the girls say, yeah, ain't no more. And we richer than the rich, we ain't poor no more. I ain't been back in a minute, that's crazy. I ain't seen around, no car, don't page me. Pull up on your block and you ever try to fade me. Calm down, all good. Baby, it's crazy. I ain't been back in a minute, that's crazy. I ain't seen you around, no car, don't page me. Pull up on your back, don't you ever try to fade me. Calm down, all good, baby, it's crazy. Way too young to know the reason why.
أهلا بكل محبي كرة القدم في كل مكان. فارس عوض يحدثكم للتعليق والتغطية في مباراة اليوم. اعتراض الكرة، تبتعد الكرة الآن عن الجميع. كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة. إذن هي التشكيلة الأساسية لأصحاب الأرض اليوم. الفريق راح يعتمد على طريقة الأربعة ثلاثة ثلاثة التقليدية، واللي راح يعتمد فيها على الأجنحة في مباراة اليوم. تصويبة باتجاه المرمى. الله على المهارة، حلوة التسديدة. كرة بتعدي بجوار القائم، كانت قريبة من هز الشباك. شوف الأسلوب، شوف اللقطة، كانت بحاجة للتوفيق فقط في اللقطة الماضية. كرة أوهو، ركلة جزاء يشير إليها حكم المباراة. الفريق لو استغلها راح يكون هدف التقدم. حارس المرمى ينجح في التصدي لركلة الجزاء. فرصة كانت ثمينة للتسجيل من علامة الجزاء، لم تستغل. هذه اللقطة اللي كانت تتطلب هدوء وتركيز وتدريب كبير على تنفيذها. عند الإمكانية هنا بيلعبها. يا الله، هدف مبكر للسبع دقائق الأولى. انظر إلى الشباك، أي بداية، أي إثارة، أي كرة تحرك أرضية الملعب الآن. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. عند الكرة الآن، دفاع ممتاز، قراءة سليمة لهذه المحاولة. كرة بتضرب الخط الخلفي. عند الكرة بيعدي فيها، بيمر بيعدي، فرصة متاحة. الشباك تتحرك من جديد. أوهو، هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. دا سيلفا، تغطية ضعيفة من المدافع. الكرة مع هجوم الخصم في هذه اللحظات. كرة بتضيع. هنا حلوة الكرة البينية خلف المدافعين. شوف انطلاقة اللاعب ولتجاوز المدافعين، كان تسلل صحيح. بتروح الكرة للخصم. تدخل في توقيت مناسب. الله على استخلاص الكرة. شوف الكرة العرضية خطيرة، لكن في النهاية مرت بدون خطورة تذكر. أي رؤية، أي دقة. كرة في مكان خطير. افتكاك ممتاز في 18. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء. أوهو، يبعد كرة خطيرة. كرة بينية بيضرب فيها خط الدفاع. يتقدم باتجاه المرمى. فرصة لكرة عرضية خطيرة الآن. ضغط ناجح في الأمام. محاولة جيدة. كرة من بعيد. حارس المرمى بكل أريحية. فرصة الآن. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. وتبعد الخطورة. عند الفرصة في هذه اللحظات، مرفوعة في المساحة. الله على الارتماء من حارس المرمى. شوف التصدي، مستحيل حارس المرمى يتصدى لهذه الكرة.
تمريرة ضعيفة تذهب للفريق الآخر. فرصة العرضية الخطيرة. عند الإمكانية هنا تبعد الكرة من أماكن الخطورة. الحكم يطلق صافرته معلنا عن خطأ في مكان خطير جدا. كرة مواتية للتسجيل في هذه اللحظات. تمركز ممتاز من حارس المرمى، توقع مكان الكرة الثابتة. كرة جميلة على الطرف، محاولة هجومية هنا، بإمكان إرسال كرة عرضية. تصويب الآن، برافو التصدي من حارس المرمى. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18، راحت للفريق الخصم، انتهت خطورتها. نقل ممتاز للكرة في الثلث الأخير، فرصة هدف الآن، ممكن يسجل الآن. تصويبة ببطن القدم، الكرة في المرمى، الله على اللقطة. شوف الإعادة، شوف اللقطة، المرمى كان خالي، كل اللي سواه أنه تابع الكرة داخل المرمى. ما في أسهل من هذه الكرات للتسجيل. الآن أصبح الفارق كبيراً بين الفريقين، ولا أعتقد بأن هناك مجال للعودة في هذا اللقاء. عمل جيد في قطع الكرة. ماذا سيفعل الآن؟ تدخل يبعد الكرة. قد تكون هذه الفرصة. عرضية تصل للناحية الأخرى. كرة ترتد من القائم. الكرة في المرمى. مرة تعدت حارس المرمى. شاهدوا الهدف من جديد في هذه الإعادة. اللقطة من جديد. العرضية المثالية من الطرف الأيمن. كرة كانت في منتهى الجمال. الله على المتابعة في الشباك. شوف الإعادة. شوف العرضية المثالية جدا. يضربها بقدمه في الشباك. الكرة كانت صعبة على حارس المرمى. الشوط الأول ينتهي الآن. الفريقان إلى بعد شوط أول كان من جانب واحد. نتمنى بأن يكون شوط المباراة الثاني مختلف، وأن نشاهد على الأقل شوية ندية وإثارة بين الفريقين. المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. عند الكرة الآن. يا رب حولها القائم، حولها إلى داخل الشباك. فارق الأهداف.